وللمتابعة ينضم إلينا من دبي الكاتب الصحفي مصطفى المزروعي. سيد مصطفى، ما هي الأسباب التي دفعت البحرين لاتخاذ هذا القرار؟ طبعا الكل يعلم رعاية قطر للإرهاب والإرهابيين واستخدامها لجواز السفر القطري في زعزعة أمن المنطقة، فهناك العديد من الحوادث التي حصلت في استخدام إرهابيين لجواز قطري. على سبيل المثال عبد العزيز المقرن الذي نفذ 3 عمليات إرهابية في الرياض سابقا كان يحمل جوازا قطريا، بالإضافة إلى العديد من العمليات الإرهابية. كنا نتحدث عن العراق أو محاولة هؤلاء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال دخول لهذه الدول وفتح حسابات هاتفية وأرقام وأسماء وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة الأمن في داخل هذه الدولة، داخل غطاء المملكة البحرين. لذلك كإجراء احترازي أعتقد أن مملكة البحرين أوقفت دخول القطريين الذين الجدد كقرار احترازي لعدم تعرضها لأي طيب، ضغوطات أمنية حاولت تعزيز أو زعزعة الأمن داخل البحرين. هل من رسائل تريد البحرين أن تقولها من خلال اتخاذها هذا الإجراء؟ طبعا البحرين هي أكثر دولة يمكن تعرضت للعمليات الإرهابية القطرية. نذكر العديد من التسجيلات التي صدرت من والتي تم تسريبها من والتي يتحدث فيها رجال مخابرات قطريون مع المعارضة البحرينية أو من هم يميلون إلى الجانب الإيراني بمحاولة زعزعة البحرين. أعتقد أن المملكة البحرين ارتأت اتخاذ إجراءات أكثر حزما لأن هناك بعض المؤشرات التي تدل على وجود تهديد أمني، أن قطر تحاول زعزعة الأمن خلال الفترات المقبلة. وهذه الاحترازيات هي في البداية قطع دخول القطريين لأراضيها، وهي تحمل أو لديها كل السيادة في منع القطريين من دخول مملكة البحرين. إلى أي مدى يكشف هذا القرار مضي قطر في التغريد بعيدا عن السرب العربي والخليجي؟ طبعا بات واضحا أن بعد فترة المقاطعة بين الدول الأربع المحاربة للإرهاب أن قطر بدأت تميل إلى أكثر إلى الجانب الإيراني أو المحور الإيراني. هناك دعم مباشر للسياسة التركية في دعم الإخوان المسلمين، زعزعة الأمن في العديد من الدول، دعم الجماعات الإرهابية مثل النصرة وغيرها في العديد من المناطق. وبالتالي الدول الأربعة محافظة على قرارها حتى الآن، أن على قطر الالتزام بالمطالب 13 والمبادئ الستة، وإذا لم تلتزم فهناك المقاطعة مستمرة ويجب أن نتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، لأن المراقب للوضع يرى أن قطر بدأت تدعم جماعة الحوثيين في اليمن استخباراتيا إعلاميا، وتدعم السياسات شكرا. الإيرانية في زعزعة الأمن على سبيل المثال في لبنان وغيرها من المناطق. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي مصطفى المزروعي، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.